لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين النجبا. ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الآن والبركات. نبي الهدى صلى عليه مليكه وبلغ عنا روحه التحفات. صلى عليه الله ما در شارق ولاحت نجوم الليل مبتدرات، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيل فاطمة عنده. يا سيدتكم تفتر تفتر من الحزن من البكاء، آخ إذا للطمت الخيل فاطمة عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ
نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها هو قبر بباء خمراء لذا الربات وقبر ببغداد لنفس زكية. صاحب هذا اليوم إمامكم طريح الجسر أخ وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات اتنادي كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد شردوهم بالفيافي وما يقاون ببلد خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد بس حرم ويتام مدهوشين من عظم الأمصار. بعد عندي بعض عندي بالمباني وبعض عندي بالسجون والذي بالبر هاموا للوطن ما يرجعون والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون والذين ذبحوا تظل أجسادهم فوق التراب. بعض عندي بالمدينة وبعض هاموا بالبروق وبعد حصل لهم موارا وبعد ما حصل وقبول وشم جسد بالطف عاري وراسه بخطي يدور وشم طفل يم حسين ضامي وشم شباب ومن فعل بغداد دابت مهجتي وقلب انفطر ومهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسر والمصيبة اللي ذهتني بطوس مخسوف البدور عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة أجناب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال مولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه التقية ديني ودين أجدادي ومن لم يتقي فلا دين له. فلنتأمل إلى قول الإمام سلام الله عليه يعني لا يمر الحديث مرور الكرام أو جزاف تمعن كلمة كلمة التقية ديني ودين من أجدادي الذين قد السلف الذي قد سبق دين من أرسى هذا الدين على وجه البسيطة دين نبي الرحمة محمد ومعناه في قوله سلام الله عليه إن حينما ألزمهم التقية ألزمهم مبدأ نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. الإمام سلام الله عليه من منطلق حرصه
على أشياعه وعلى أتباعه، وأراد أن يجنبهم الموت الذي يتربص بهم في كل مكان وبشتى الأنواع. والبعض يتساءل كيف للإمام أن يجنب أتباعه وأشياعه هذه الويلات وهو مزج به في السجن من سجن إلى سجن؟ وهني العلامة الملاحظ على أن طغاة بني العباس عليهم لعائن الله حينما سعوا مباشرة إلى سجن الإمام واعتقاله ونقله من سجن إلى سجن أرادوا أن يوحون أن لا حصانة لأحد، ما في خطوط حمراء، انقط بالأمة مباشرة مزج به في السجن مباشرة. إن سعوا بعد استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه وعلى ما بين قوسين إلى من يرجع الأمر، هارون قال إلى من يرجع الأمر، يعني من الإمام مباشرة بعد الإمام الصادق، وإلى من يسترشد الناس وبمن يهتدون. قالوا موسى بن جعفر سلام الله عليه مباشرة استهدف الإمام واعتقله، وهي علامة أراد من خلالها الترهيب إن أتباعه إذا الإمام والقائد والمحرك والمد والمنبع الذي يتدفق من خلاله جمهور الشيعة مزج به في السجن. تتصور عامة الناس ما الذي يجري؟ وأنا مرار وتكرار أركز على هذا المعنى، إن أصبح الموالي اسمه خطر عليه، إذا كان هذا الاسم يوحي على أنه ينتمي إلى فكر ومذهب أهل البيت، إن بزمن الطاغية العباسي عليه لعائن الله أشراف الأمة مزج بهم في السجن، وكل من هو ساقط وإرهابي ومرتزق كان حرا طليقا يتمتع بالنياشين، بل وأصبح الملفقين والطغاة والكفرة والعمائم المزيفة التي كانت تزيف وتزين إلى هارون الرشيد هي العلماء الفد الفطاحل. لما يجي واحد يقلب الحق باطل، إن هناك حق جلي يتمثل في الإمام موسى الكاظم وفي أبنائه وفي أتباعه، ويطلع لك واحد مثل ابن أبي ليلى عليه لعائن الله أو ابن أبي داود عليهم لعائن الله، ويقل لهارون أنت عند الله من الخائفين، ولمن خاف مقام ربه جنتان لك جنتين. على ماذا هذا الإرهابي يقل اللي واليه ويتقرب منه ولايتك إلي شنو؟ قال له بالمال، قال له لا ما أريده، عندي مال كثير من المال. بالأهل قال ما لي شغل بأهلك، خول عندي يعني خدم. بالنفس قال ما قل غير هذا، موالاتك لي الآن موالات يعني المحبوب المقرب، كل من يصنع هذا الصنع قال لك قدامك 60 علوي الآن، هاي ضريبة الموالات. المقرب لبني العباس هو السفاح، هو السفاك، هو الإرهابي اللي يطلع 70 أو 60 علوي أن يذبحهم كما تذبح الشاة بدم بارد، ويقول شفاعة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، ولايتي لهارون خير لي من شفاعة جدكم يوم القيامة. هذا الزمن المقلوب، من اللي أسس لهذا الشيء؟ الذي يصون الأعراض والحرمات، تعال وقع صك كل الناس على أنه إرهابي وترفع عنا الحصانة، يعني يستباح دمه وعرضه.
وأشرار الأمة والمرتزقة واللي يجي على بالك، شداد الآفاق من شتى بقاع الأرض اللي أسس لهم معاوية بن أبي سفيان علي لعائن الله، يمتازون بالامتيازات. هذا شنو؟ هذا هي من علامات آخر الزمان الآن اللي فيه ينقلب الحق باطل والباطل حق، بل ويطبلون الناس للباطل ويزمرون له ويسعون عين، يعني خلنا نقول عيان بيان، بلا خشية بلا وازع، ما عندهم أيمانة، يسعون لمحاربة الحق ويطعنون فيه. يمكن أنا ضارب لك مثال، حجر بن عدي ذاك الصحابي الجليل اللي نبش قبره، يعني هذا حق، الذي نبشوا قبره وهم يكبرون، يقطعون الرؤوس ويكبرون، يشقون الصدور ويكبرون. هذا الصحابي الجليل يصير يعني الآن واحد إذ قل علي بن أبي طالب هذا الحق الذي فتح باب الحق وأغلق باب الباطل، يجيب واحد يقول هم متحيرين، مثل ما قالوا آخر مرة يقولون أن سيد حسن نصر الله وحزبه يقول خلانا في حرج شديد، أغلق علينا كل المنافذ. بماذا؟ بإيمانه، بورعه، بتقواه، بصلابته، بقوته، بأنه لا تأخذه لومة لائم. يقول شنينش نقدح فيه، بس الآن اجتمعت كلها عينك عين، قلبت الحق باطل. وقفوا ذاك اليوم جابوا حجر بن عدي هذا الصحابي الجليل، اشراف الأمة يزج بهم في السجن ويراد منهم أن يعترفوا ببطلانية أحقية علي بن أبي طالب على أن أول من فتح باب الباطل وأغلق باب الحق، ويعترف على أن فلان رقم 3 هو من فتح باب الحق وأغلق باب الباطل. بأي ميزان أنت تتصور؟ اللي قرب كل الأمويين وجابهم وعطاهم راتب ومعاش من بيت أموال المسلمين ويتمتع بمواطنة درجة أولى، لفين طالع شلون تصير؟ من اللي أسس لهذا القانون القبلي؟ من اللي أسس إلى باب الباطل؟ من اللي فتح باب الباطل وأغلق باب الحق؟ من اللي وطد له في الأساس؟ صعدوا على الأعواد قال أيها الناس اعلموا على أن من أول من فتح باب الحق هو علي وأغلق باب الباطل هو علي، وفلان من فتح باب الباطل وأغلق باب الحق أنزلوه وضربوا عنقه. زوجته من مكان إلى مكان تبحث عنه وهي أبنائها، تعبت رجعت على البيت استندت على الحائط وإذا مارين شنو؟ حاملين رأس حجر على دروة الرمح، أخذت الداري أولادها على يشوفون الرأس، دخلت إلى فناء الدار، ما الذي فعلوا؟ قالوا إلقوا لها رأس زوجها في فناء دارها. ألقوا الرأس روعوها وروعوا أبنائها، هي نفس العملية. واليوم هي الجماعة ينبشت القبر، شوف الزمان، من هو اللي وطد لهذه القوانين؟ من هو اللي أسس للباطل؟ إن أشراف الأمة يزج بهم في السجن ويرمون بأباطيل، ويطلع لك كل من هو شاء نابش قبر وشاق صدر وقاطع للرأس مجاهد. هذا بزمن مولانا الإمام موسى الكاظم، قطب الأمة وأشراف الأمة مزج بهم في السجن لانتمائهم. وقول مولانا الإمام الرضا، مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، شيعتنا هؤلاء أودوا فينا ونحن لم نود فيهم، تأدوا بسببنا، يلاقون العذاب لأنهم ينتمون إلينا، يلاقون الويلات لأنهم يدافعون عنا، يزج بهم في السجن لأنهم حملة إرثنا.
من اللي أسس لهذه الأباطيل؟ يجيك واحد مثل حميد ابن قحطبة موالاتي لهارون بالمال بالنفس، قال لا بذبح 60 علوي ويوضع لنيشان، وبعدين يجيك واحد من هؤلاء الأفاقين المعممين يقف إلى جانبه ويزيف له الحق باطل والباطل حق، يطبل له يقول له إنك عند الله ويش عندك إلك جنتين يوم القيامة، ولمن خاف مقام ربي جنتان. قالت له زوجته زبيدة: ويحك يا هارون، أتقتل أبناء رسول الله وتقول بأن لك جنتان يوم القيامة لأنك خائف من مقام الله؟ خائف من مقام الله تدبح أبناء رسول الله؟ هكذا هي الموازين. لماذا شدد مولانا الإمام على معنى التقية؟ ولماذا حث الناس؟ تعرف بذاك الوقت مسألة على أن لا حصان لأحد، الناس فروا، هني قوة، فروا عندكم علم. من ضمن الأمور التي أبقت هذا المذهب أن يشرأ إلى عنان السماء هي الخطة التي وضعها أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لمن قال فروا بدينكم، من لم يتقي يبلى بثلاث: إما أن يسجن أو يقتل أو ينفى، هذا ضريبة محبتكم. وخرجوا أبناءه، فروا في شتى بقاع الأرض حفاظا على النسل العلوي. ليش كلكم موسويين؟ ليش ما حد تساءل هذا السؤال؟ إن كل واحد من أبناء الإمام موسى الكاظم مباشرة يرجعون، حتى إذا كان موسى الإمام موسى الكاظم جد السادس السابع يقولون عنه موسوي موسوي موسوي. ولذلك تلاحظ تكرار وكثرة أعداد أبناء مولانا الإمام موسى الكاظم، ارتفاعها من 15 إلى 35. على أي أساس؟ بذاك الوقت، لأن كانوا حتى أبناء الإمام موسى الكاظم يقول له موسوي موسوي، والذي يأتي من بعده موسوي. هكذا أرادوا إبقاء نور الله وأن لا ينقطع هذا النسل العلوي. هارون عليه لعائن الله حينما أمر بسجن الإمام سلام الله عليه، سجن في المدينة أولا، أوعز إلى عيسى بن يحيى أن يزجه في السجن، ثم أمر بعد ذلك أن يقتله. قال له ولم أقتله، وضعت عليه العين فما رأيته يدعو علي أو عليك. وتأمل لهذا المعنى: وإنما وجدته يدعو لنفسه ولأتباعه بالفرج. تعرف شنو هالمعنى؟ لما نقول اللهم فرج هذه الغمة عن هذه الأمة، حينما يدعو على سبب هذه الأمة بإزاحتها فإنه يدعو على هارون وأتباع هارون. العلة الأساسية مو بالضروري التصريح، ترى دعاء الأنبياء، سلاح الأنبياء كان الدعاء. حينما نادى نوح ربي لا تدر على الكافر، لا تدر على الأرض، لا تدر من الكافرين على الأرض، أحسن، لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا، ما الذي حدث؟ الطوفان فار التنور ولم يبق من هؤلاء باقية، 950 عام يثيثون في الأرض فسادا، إلى أن كان نوح عليه السلام كانت تدمى آذانه تدمى من الضرب. يجيبونهم جيل ورا جيل، يوقفونهم أمام نوح، يضربون نوح ويقولون لأبنائهم جيل 950 سنة، جي أجيال تعاقبت على البغضاء والكراهية والحقد، يقول إياك ثم إياك أن تؤمن بهذا الكذاب.
واصنعوا كما نصنع. شوف نحن شو نسوي كل يوم. كانوا يوميا يوثقون كتافه ويضربونه حتى تدمى مسامعه ويغشى عليه. بآخر المطاف وين راحوا؟ هكذا هو دعاء الأنبياء، هو سلاح الأنبياء الدعاء. لا تتخلوا عن الدعاء، ادعوا بهذا الدعاء خصوصا في هذه الأيام المفترجة. باب الحوائج وعدكم ناس منظورين، عدكم السيدة يفرج الله عنها، وعدكم سيد علي الله يجيبه بالسلامة إن شاء الله، عدكم كثير. عدنا احنا شابة من القرية بشهرها الثامن، هي زوجة. كثير من المعتقلين والمنظورين محتاجين لهذه الدعاء في مثل هذه الأيام. وانظر إلى ما كان يصنعه الإمام من هذه الأخلاق التي أسرت عدوه قبل حبيبه. يقول: والله وضعت علي العيون فما وجدته يدعو عليك ولا علي، بل كان يدعو لنفسه بالفرج، وإن لم تبعث بأحد أن يأخذه مني وإلا فإني متحرج من حبسه، فإلا فسوف أطلق صراحة. يعز على الغيارة، نقلوا إمامكم من المدينة المنورة، أشخصوه الوين إلى بغداد، وتعاقبت السجون والسجانين على إمامكم سلام الله عليه، بين من كان مخفف وبين من كان هو طاغ ومستبد ظالم قاسي القلب. البعض كان يخفف، وهي صارت من ضمن الأمور التي أحدثت مناوشات بين هارون وجلاوزته، مثل ما كان سجن عيسى بن خالد أو خالد بن عيسى، هؤلاء البرامكة اللي وسع على الإمام، وكان بعض من خاصة الإمام وثقاته يدخلون عليه، والبعض وصف على أن مولانا الإمام كاهن وعابد بني هاشم، وراهب بني هاشم. ليش؟ البعض اللي دخل عن الإمام سلام الله عليه ونظر إليه وهو الذي قال: الحمد لله، رغم الضيق، والله الحمد لله الذي فرغ لي وقتا لعبادته والاتصال به. إن إمامكم سلام الله عليه يقول سليمان: نظرت إلى ذاك الفناء الذي يحجز فيه سيدي ومولاي فوجدت خرقة تلعب بها الريح، فقال: أمعن النظر جيدا، ماذا ترى؟ قال: إني لا أرى إلا خرقة. قال: هذا سيدك ومولاك من أذان الفجر، هذا سجوده إلى أن يؤذن الظهر، يقوم ويصلي ويحمد الله ويثني عليه ويقول: الحمد لله الذي فرغ لي وقتا لعبادته، مع إنه لم نطعمه طعاما يقومه على تلك العبادة ولا شراب، قد منعنا هارون أن نمنع عنه أطايب الطعام والشراب. وتتصور وليت عدو، الله لا يعود ديك الأيام، الكل كان مربق ومقابل الحيط، الكل ويا الله إذا قال يريد ماي كان يركل في أصعب الأماكن في جسده، يركل ويؤتى بماء حار، وإذا طلب أن يروح يقضي حاجته الويل الويل. وما أدراك من الويلات التي يلاقيها من نبز القول قبل الضرب، نبز القول أبشع الكلمات كانت ترمى على هؤلاء. ولما يجي واحد منهم فقط يعطي يوم من الأيام ما يبارد، شنو ينقال له تتوقع؟ يقول له: أحسنت، رحم الله والديك. سألنا واحد من الجماعة كان عندنا الله يذكره بالخير، سيدي بن رسول الله،
قال حينما تقول أحسنت فإنك تمتص غضبه، فلربما كان أن يبطش بك إن ينكل بك لكنه يتراجع. وفعلا ويا مرور الوقت قال هكذا كان يصنع إمامكم في السجن، كانت تلك الجلاوز التي تعاقبت عليه بلا رحمة. أنا أقول لك بلا رحمة. بلغ هارون الرشيد ما كان يصنع به في هذا السجن فأغلظ القول وقال ما بعثت لك هارون، ما بعثت لك موسى لتمنيه ولا لتدخل عليه خاصته، يعني ممنوع عن الزيارة، ولا لتشربه أو تطعمه من أطايب الطعام أو الشراب، وإنما لتقتله. غلظ الكلام، أنا ما أريد أصنع. شالوا إمامكم ويعز على الغيارة والمحبين والموالين. ما الذي جرى على الإمام قبل ما يطلع من هذا السجن وإنه سوف ينقل إلى سجن طامورة السندي ابن شاهك؟ أوثقوا حديده، يعني غلوا يديه إلى عنقيه بالحديد ومن عنقه إلى رجليه، وكانوا يمشون به مشيا حثيثا. والإمام ما يتحمل ثقل الحديد وتعيقه تلك السلاسل، فكان إذا وقع على الأرض أو كبى على وجهه احتوشته الجلاوز من كل مكان ضربا بالسياط ووكزا بكعاب الرماح، وإذا لم يتمكن من القيام جروه من أقياده. وحينما بلغوا به إلى طامورة السندي بن شاهك يعز على الغيارة والمحبين والموالين، البعض قال من أحسن النزلة؟ فك الأقياد. قال واحد من الجلاوزة يتطلب لها حداد الآن حتى تعرف ليش بقى إمامكم مغلل بحديد. جاءت الجلاوزة وجروا إمامكم من رجليه على أعتاب السجن 17 عتبة تحت الأرض. ما أن بلغوا بإمامكم إلى قاع السجن إلا وقد تدكدكت عظام بأبي وأمي. هكذا الحال الذي هو عليه الإمام سلام الله عليه من سجن إلى سجن. تتساءل لماذا غلل بالأقياد؟ هذا خوف ألقى هؤلاء الطغاة، هؤلاء المستبدين المجرمين، كل هذا خوف من الحق ومن أتباع الحق. إن بطامورة ما يعرف ليلة من النهار، وأيضا مغلل بحديدة. كان البعض يرق ويشفق على الإمام لأنه ما يعرف الليل من النهار، واللي بعض من جندوا لهذه الأعمال والأفعال هو ابن السندي ابن شاهك، كان يرأف بالإمام شوية يطلع إلى أعلى ويشوف بصيص شوي من الشمس، لكن لئن ظفر به الجلاوز مرة أخرى أوسعوه ضربا ثم أنزلوه زحفا إلى أن يبلغ إلى قاع السجن بأبي وأمي. وهكذا كان حاله. البعض من ثقات الإمام وأصحاب الإمام قالوا ما الذي جرى؟ قال لا يضعف يقينكم فينا، فاعلموا على أن الوعد على جسر بغداد، هذا الجسر اللي شفت الملايين اجتازت عليه، كلها كانت تجدد العهد والبيعة والولاء إلى الإمام موسى بن جعفر على غرار وخلاف ما كان ينادى عليه حينما رفع على حمامين 4. الآن تلاقي ملايين، مو الحمامين 4، ملايين اجتازت على جسر بغداد، كلهم كانوا ينادون وسيدا وإماما. هذه الملايين في الأعوام التي سبقت كانت تعلم على أن هناك موت يتربص بهم، تفجير وبني تفجير، ومع ذلك لم تبالي، جاءت لتجدد العهد والبيع حتى تعرف إلى وين ماضي فكر أهل البيت. 4 كانوا مع سيدكم ومولاكم الإمام أمير المؤمنين حينما اقتحمت الدار ولم يجد له لا من ناصر ولا من دافع في ذلك اليوم. اليوم تشوف هذا التنامي الفكري
عقائدي، رغم كل البلاء، رغم كل الأسى، رغم كل الظلم، رغم التحشيد من كل مكان على هذا الفكر، إلا أنه لا زال يشرب إلى عنان السماء. لم تؤت طائفة يوم من الأيام لاقت الأذى والتعذيب والتنكيل كما تأت كما لاقى أتباع أهل البيت وأهل البيت أنفسهم على وجه الخصوص. ولذلك الإمام يقول ليضعف اليقين. شنو معنى اليقين؟ يقول أن هؤلاء لن يستطيعوا أن يخمدوا نور الله أبدا، أن يطفئوا نور الله لن يستطيعوا أبدا. بقي إمامكم في طامورة السندي ابن شائك عليه لعائن الله. لم يكتفي هارون بزجه في هذه الطامورة وإثقاله بالحديد، بل دس له سم النقيع بأبي وأمي. جرعوا إمامكم ذلك السم، والله صبر سم في ذلك السجن في تلك الطامورة. بقي إمامكم 3 أيام يهن أنينا يقطع القلوب ويفتت الأكباد حتى أنذنا أجله بأبي وأمي. توجه إلى القبلة ثم نادى بوداع الأخير مسلما على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو يقول السلام عليك يا جدة يا رسول الله، السلام عليك يا أمه، إني قادم إليكم. ثم بأبي وأمي توجه إلى القبلة وقرأ شيء من القرآن، ثم ختم، ثم أسبل يديه ومد رجليه وغمض عينيه وقرأ شيء من القرآن، ثم ختمه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريفة. هل من منادي؟ أيوة إماما. هل من منادي؟ أيوة سيدا. أمر ذلك الطاغي بأن تحمل جثمان سيدكم ومولاكم على 4 من الحماميل، ثم جاءوا بي وألقوه على جسر بغداد مثقلا بحديده، فانثال الناس ينظرون ويتفرجون من كل جانب. البعض يقول حجازي ليش على أثر نداء؟ والله أنا ما أستطيع أن أقول ذلك النداء الذي نودي به الإمام وهو على حماميل 4، إلا أن سليمان أمر غلمانه أن يضربوا سواد تلك الجلاوية، أضرب أن يضربوا سواد الجلاوزة، فلما عرفوهم على أنهم من جلاوزة بني العباس انحدر سليمان يعدو إلى جسر بغداد وفرق الناس، فنظر إلى الإمام مثقلا بحديده في عنقه وفي ساقيه وفي يده، نزل ومعه الطبيب، حرك الإمام ما هي إلا لحظات وإذا بسليمان قد وقف فكاشفا عن رأسه يلطم على خده وينادي أيها الناس، اسمع هذا النداء مو ذاك النداء، أيها الناس ألا من أراد أن يشيع الطيب ابن الطيب الإمام ابن الإمام فليأتي فأدى إمامكم ملقا على جسر بغداد. فانثال الناس من كل جانب حفاة الأقدام يلطمون على رؤوسهم وهم ينادون وإماما وسيدا، لكن يا قلب دوب يا دمع عيني تفجر للي قضب سجن الرجس قلبهم فطار، ما شاف بالدنيا ولا ساعة هنية بسرداب مظلم يجرع حتوف المنية، وبالسجن ما يعرف نارا من العشية، سموا صبر قلبهم فطر والصبر مر، وامر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي وشالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجيل، وفوق الجسر دبوه وبرجله
زناجيل وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعار. شيعة على الكرار حالتهم شديدة، من عاينوهم غللوا بالساجدة، وفوق الجسر دبوه ما فكوا حديدة. صاحت يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشار، عزنا تبدد يا فخر طيبة وتهامة، كل يوم نترجاك تطلع بالسلامة، أثار الدهر بقلوبنا صوب سهامة، فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر. وردت الشيعة نوح والحالة فجيعة، ينادون بالذلة ومصيبتهم فجيعة، فوق الجسر مطروح يا كعبة الشيعة، بالسم فتة وموجتك واللون مصفار. يا ولاد عدنان ومضر، يعني انتم المهنيين يا سادة يا كرام يا هواشم، يا ولاد عدنان ومضر قلت الغيرة، عن جسر بغداد ورفعوا شيخ العشيرة، دبوا العمايم ومشوا بجانب سريرة، مطروح لالة من صديق علي انغار. جاءت الشيعة من كل حذب وصوب، شيعوا إمامكم بذلك التشييع المهيب، وما حلى مشيت الشيعة من ورا نعش الإمام. على اي حال لكن كاشفين الروس كلهم ناشرين سود الاعلام، والنساء نشرت شعرها والزلم طلطم الهام، على ما من بالسجن ميت ولا حد غمضا، وعن غريب الغادرية وين راحت شيعته، وينهم وين وين هاي الشيعة، وعن غريب الغادرية وين راحت شيعته، ليش ما حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته، وعاينة وزينب تنادي من يشيل جنازته. لكن يا طيور طير للمدينة اين بخبار، وسعي ومري على قبر النبي وزوري وانعي، ومري على اللي في قبرها تصيح ضلعي، كسر الضلع بس ذاك لا تتذكرين، نادي يا ولادي ما بقيت منهم طريدة، ما بين ضامي وبالعطايش حزاو وريدة، وهذا معذب بالسجين يرفل بقيده، ما بين خايب ما بين هايم خوف من حتف المنيه، اخ واحد ثلاث ايام فوق السطوح خلوه، واحد على حماميل فوق
الجسر دبر وما غريب الغادري بخيل داسر وكم طفل يم حسين برضو الطف مدبو أفاطم لو خلت الحسين مجذلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات يا الله. اللهم تقبل عزانا شافي مرضانا احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في انفسهم ومتعلقيهم ومن يلود بهم. الهي من ارادنا بسوء فارد ومن كادنا فكد. الهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمنا في أوطاننا إمنا أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رد كيدهم في نحورهم اشغلهم بأنفسهم عنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد علماء الدين العاملين في مشارق الأرض.